صبيان السيد بدر بن خميس الغيلاني اللي على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين صالح بن حمد بن شريويح العامري انتقل للمركز الثالث من خلال هذا المسار وثالث المراكز. هنا أيضا يتواجد على المركز الثالث هناك مشرف لمحمد بن ناصر بن عوضي المنهالي على المركز الثالث، وفي رابع المراكز أتابع هناك الدخول القادم من إطلاق الصوغان علي مبارك الكاموخة المري انتقل إلى المركز السادس، أو المركز السادس هو مجهول ما تعرف. هناك على المركز السادس سهيل بن علي اليبهوري اللي على المركز السادس، بينما المركز السابع هملول مع انطلاقة أيضا لسهيل بن علي اليبهوري على المركز السابع، وفي ثامن المراكز راشد بن سعيد بدريوي مع حشيم انتقل للمركز الثامن في دخول قادم في هذه اللحظات من سراب سعيد بن راشد بن سعيد اللي يصل إذا في المركز الثامن، وفي تاسع المراكز سعيد بن محمد الكليلي واصل أيضا هذا الشعار المعروف، وهناك على المركز العاشر هناك شاهين منصور بن غدير الاجتبي اللي وصل أيضا في المركز العاشر، عشرة مراكز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام المسار يسير والتحديات تسير أيضا مع هذه الانطلاقات، والمقدمة لا زال الغيلاني بدر بن خميس الغيلاني مع ظبيان في هذه الانطلاقة، ولكن دخول قادم هنا من شاهين، من شاهين اللي انتقل إلى الصدارة والمركز الأول والبداية الأولى. هناك مع الأولمبي صالح بن حمد بن شليويح العامري الذي انتقل بشاهين إلى الصدارة وإلى المركز الأول، يعود في المركز الثاني ظبيان بدر بن خميس الغيلاني على ثاني المراكز، وهنا يأتي الجبهوني اليبهوني يصل مع أملول سهيل بن علي هناك في الانطلاقة، ولكن أرى دخول من مشرف محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي الذي يقترب من المركز الثالث، رابع المراكز مهملول سيد سهيل بن علي اليبهوني، وفي المركز الخامس دخول قادم من انطلاقة هذه اللحظات. ترى هنا بدأ التدخل الآن القادم فيها سراب سعيد بن راشد بن سعيد اللي وصل في المركز الخامس، وفي سادس المراكز هناك سعيد بن محمد الكليلي مع شاهين، أكيد من يصل شاهين، وهناك أيضا في انطلاقة هذه اللحظات دخول اسم جديد مخلص سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كل الأسماء متواجد هناك. مايد بن راشد بن خميس الغويص اللي يصل أيضا في المركز الثامن، ولكن تقدمات بدأت الآن في هذه اللحظات لاقتراب المقدمة. نعود مع الصورة التي تتابعونها عبر هذه الشاشة مباشرة، المقدمة وكم هي المقدمة تتواصل بالبداية الأولى. الصدارة لشاهين صالح بن حمد بن شريويح العامري هو الذي يسيطر على قمة البداية والمركز الأول، وما شاء الله انفراد انفراد بالتصوير وانفراد بالمركز الأول وانفراد بالصدارة من خلال هذا المسار. المركز الثاني مشرف على المركز الثاني على ثاني المراكز محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، والمركز الثالث هو مخلص سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي. هذه المراكز الثلاث الأولى على موقعنا القادم 1200 1200، وما شاء الله وصل هذا الاسم مجنن مجنن وهو مجنن محمد بن شيبه بن علي السبوسي. يا سلام يا سلام يا سلام، في هذه اللحظات وصل الشباب، بدأوا بالتحدي بدأوا بالانطلاقات. المركز الرابع هنا هملول محمد بن سعيد بن بوبح المري واصل أيضا في هذه الانطلاقة إلى المركز الرابع. هذه المراكز الأربع الأولى في هذا المسار في هذه التحديات في هذه الانطلاقة ورباعية المقدمة. هناك ما شاء الله القيادة عن شاهين
إلا إذا كان لمخلص أو مشرف رأي آخر. هذه الانطلاقة وهذه اللحظات وهذه البداية. شوف الصدارة، أشوف التغيير على المقدمة، لا تغيير لا تبديل لا مسألة لا تبديل هنا على المقدمة. لا زال شاهين ولكن مجنن، مجننهم يا مجنن، وصل مجنن. محمد بن شيبة بن علي السبوسي وصل في هذه الانطلاقة ما شاء الله. مشرف يبقى في المركز الثاني محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، وهناك بن بوبح واصل، واصل بن بوبح، محمد بن سعيد بن بوبح المري واصل، إيجار بمجنن، مجنن على المركز الأول، على النهاية، على خط النهاية، هل يكمل مجنن؟ هل يكمل مجنن؟ ولكن شاهين يعود مع الأولمبي، مع الانطلاقة الأولمبية، هناك شاهين على المركز الثاني، صالح بن حمد بن شريوح العامري ومحمد بن سعيد بن بوبح، هناك ينطلق مع هبلول على المركز الثالث، ولكن التغييرات، بن بوبح هنا يعلن انطلاقته على المركز الأول وعلى الانطلاقة الأولى، تهانينا والناموس سيد محمد بن سعيد بن بوبح المري على فوز هبلول المركز الأول. المركز الثاني مجنن لمحمد بن شيبة السبوتي، والمركز الثالث هناك شاهين لسيد صالح محمد بن شليوح العامري، والمركز الرابع مشرف محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي اللي يصل أيضا في المركز، والمركز الخامس عجيب سهيل بن حربي العامري. خمسة مراكز والعودة دائما بعد نهاية هذه اللحظات إلى المقدمة. وشوف التوقيت الزمني اللي سجله هملول محمد بن سعيد بن بوبح المري، 7:51 وجزءا واحدا من الثانية هو التوقيت الزمني اللي حمل هذه البداية وحمل هذه التحديات. هناك اذا تواصلنا يستمر، ودعوني انتقل واعيد الميكروفون للزميل عادل بن عزيز المطيري ليتابع انطلاقتي هذا الشوط.